غيث مناف مراسلنا ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. غيث، ما الذي تغير في واقع الميدان ما بعد كل هذه الضربات، والتي كالمعتاد تقول أوكرانيا أنها تمكنت من إسقاط عدد كبير من مسيرات الهجوم الليلي الذي كان بالأمس؟ بعد التحية أحمد، ما بين مسيرات روسية وصواريخ يطلقها الجانب الروسي بين الحينة والأخرى على الأراضي الأوكرانية، يسعى الرئيس الأوكراني في خطته كما يزعم بخطة النصر الذي راقبه المراقبين هنا في الداخل الأوكراني بأنها لم تغير شيئا على واقع الحال، بل إنها تطيل أمد الحرب أكثر فأكثر. فالرئيس الأوكراني يراهن على الزمن ويحاول قبول شركائه الغربيين لهذه الخطة التي يسمى بخطة النصر، ما بين الموافقة لدخول أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي أو أيضا دخولها إلى الاتحاد الأوروبي، مع توزيع صواريخ استراتيجية غير نووية داخل الأراضي الأوكرانية كما وصفها الرئيس الأوكراني منذ لحظات في قمة بروكسل التي تناقش أوضاع أوكرانيا من جهة، ومن جهة أخرى تراقب وتتحدث عن ما يجري في الساحات القتالية. الرئيس الأوكراني يقول في خطابه في منطقة في بروكسل بالتحديد بأن أوكرانيا بحاجة لصواريخ ردع غير نووية لجعل روسيا ترغب بالسلام وإنهاء هذه الحرب. القوات الأوكرانية تحرز تقدما في منطقة خاركيف، لا سيما في بلدة ليبتسي شمال مقاطعة خاركيف، مع التقدم القوات الروسية في مقاطعة دونيسك، حيث أن القوات الروسية تسعى اليوم للسيطرة على معمل فحم الكوك المتبقي الوحيد لدى أوكرانيا في مقاطعة دونيسك، وبالتحديد في منطقة أو بلدة بوكروفسك داخل هذه المقاطعة، لا سيما بأن القوات الروسية تبتعد حوالي 3.5 كيلومترا عن مركز مدينة بوكروفسك في المنطقة الشرقية للأراضي الأوكرانية. الجانب الأوكراني يتحدث بأنه بالفعل قام بوضع خطة لحماية كل البنى التحتية ولا سيما محطات الطاقة الكهربائية وأيضا التدفئة في هذا الشتاء، والذي يكون من خلاله المواطن الأوكراني قد يستمد الطاقة الكهربائية طيلة فترة الشتاء وطيلة البرد القارس الذي سوف يعيشه الجانب الأوكراني ابتداء من نهاية شهر أكتوبر حتى الشهر الرابع من 2025، وهذه هي فترة شتائية قد تمضي على أوكرانيا من أصعب الشتاءات التي سوف تواجهها أوكرانيا، لا سيما بعد التحديات التي تشير بأن أوكرانيا قد وضعت دفاعات جوية، ويوم أمس شاهدنا بأن 5 مناطق أوكرانية تعرضت للاستهداف، ولا سيما مراكز الطاقة والبنى التحتية في كل من ميكولايف وكلفغراد ودنيبروبتروفسك. إليك الكلمة أحمد. شكرا جزيلا لك غيث مناف مراسلنا، كنت معنا على الهواء مباشرة كالمعتاد من العاصمة الأوكرانية كييف. أشكرك شكرا جزيلا.